سكونز بالشوكولا والبيري. عبارة عن العجينة دي اللي هي عجينة العشر دقايق، هتطلق تنزل عندكم بالتفصيل على الشاشة. وجبت شايفين شكل القرطاس ده، بنلف بيه كده العجينة. الحشوة بقى النهاردة عبارة عن، احنا عملناها قبل كده الحشوة دي بس في حاجة حلوة تانية، كريم شانتيه مع الشوكولا اللي احنا بنحطها في الساندوتشات عشان تبقى هشة كده وطرية. ومعانا كمان بري احمر، هحط كده الكيس الحلواني واحشيه بالطريقة دي. نحط كده الباري، ممكن كمان نحط شرايح اللوز كده هنا كده.